الملكة. نعم يا شيري، مش بغيشي. واو 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 واو، وبلانا الساد. شوف عيد هاي جامدة، بشوان اتصلي بيك. يلا شيرك شي بلان. اشيرك غادي نزيد بك لقدام، جبت لك هاد السويك ولا في الاحلام. يلا بل الصاط مسكين ما عنده والو، عند راسي جاي بلان ما جبش والو. عيشة، سكشي داك الحمار على حالك. بغيتيش تحشم ياك؟ باقي كاع ما بغا يهديك الله. هاي لا يلا يا ربي السلامة، يا ربي السلامة. ما شاء الله ما شاء الله، هاي لا يلا. عايشة كيما العادة الله يحفظك. مرحبا. هذاك ولدك حمودة وباسل، وما خلى عليه لا صغير لا كبير، لا راجل لا امرأة، بزاف. وفي الحقيقة عبد الكريم طق عليه راجل، الله يعمر هذا الرجولة تعامل. ولكن ذاك ولدك حمودة غيمشي تيجيبها في راسي.
وهاد حريرتك وقيل عليك حريرت عباد الله كما العاده امي عائشه. غبر الله يداوم الحال. اللهم امين. تقبل الله منا ومنكم السيد جمعه. الله يرضى عليك اولي. قول لي العيشه كيبقى شويه لاباس؟ الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. رايك كتكادر. الحمد لله. كنشوفك اولي سبحان الله العظيم كنشوفك وتنشوف باك الله يرحمه. خرجتي كتسبهلو في كل شيء. حتى من الجامع اللي كنصلوا فيه دابا هو مسكين اللي بدا فيه الخدمه. وكتاب لك انت تكملها. الله يرحمه. هذا من فضل الله وحنا غير سبب. ولكن صافي باقي خصنا ليه الفراش. ايوا دابا يجيب الله تاو دابا يجيب الله تاو. خاصو الفراش؟ علاه خاصو الفراش وسكتي؟ بيني وبينك هذاك الصندوق ديال الجامع هو باش تبنى. ما غاديش انا نسكت على حقي واليوم قبل غدا غادي نجمع الناس ديال الدوار وغادي نهضروا على حقنا. واش عباد الله حتى من السبيطار في هذا الدوار هذا ما عندناش ومرت السي عيسى اللي مات في الطريق قبل ما توصل السبيطار ديال المدينه ماشي منكر هذا. انا هادشي راه ما غاديش نسكت عليه والله ما نسكت عليه. واليوم قبل غدا غادي نجمع الناس هنا ديال الدوار وغادي نهضروا على حقنا وغادي نجيبوه. ولا نعوز الله يرضى عليك اولدي الله يرضى عليك. على صحتي صافا ماكي كتغوتي وحي بشويه عليك دابا نقول لك فين غبرت وراه ما كاش عندي التليفون. راه يلاه خونا شرى لنا تليفون جديد وييه. عاد شنو دابا راه ما كاين غير ستوريات وسناب شات وكلشي وييه صاحبتي داكشي اللي كان صافي دابا نقول لك كوني هانيه. ما عندكش من الشغل ما تغوتيش من هذيك ثاني داك الساعي بلا داو راه داك التليفون دغيا دغيا شبيني راه ما عديش الوقت بعد تحرك وكمل الطريق ما اديتكش. شوية عليك يلاه سير. عاود تاني جبتك ريحة عاود تاني ما غنبقاوش عايشين في الميزيرية أمي ما غنبقاوش عايشين. غادي نخرجكم من هاد المحنه وغادي نعيشوا الحياه السعيده. وليدي انا بغيت نخرج خرجتي لي العقله وليدي الله يهديك العام اللي جاي بقاك على هاد الحاله. ولدي هلكني فقتني ما يفرق عليا المراره. اش انت مريض كتبقى في هاد الحاله ديما طول النهار ما بغيتيش تبدل ما بغيتيش دير شي حاجه في حياتك تمشي تخدم بحال الرجال بحال عباد الله كما تيديروا. ما بغيتش نجاوبك ياك ولكن شتي هاد الشبات اللي قدامك هو اللي هاز هاد الدار وهاد الطوار. اش هاز انت يا امي عائشة؟ شكون نتوما سيدي؟ البوليس؟ ايه راه هادشي هو اللي غادي يصيفطك للحبس سمعتي؟ هادشي هو اللي غادي يصيفطك للحبس.
بغيتي نبدا تنبال البيض ياك؟ ما غنديرهاش، باغي نصوبك انت، صوب امي، بغينا نخرجوا من الميزيريه. اش بغي شادي تفرق مني؟ تفرق مني هذاك الله يحفظك عبد الكريم ولا تفرق منك؟ انا عارف اش كندير. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جيب لي البروش اللي تربى. خويا